المنتخب ده وهو ناشئين. آه. فقعد معانا 3 سنين. طيب بمناسبة الثلاث سنين بس عشان معانا واحد حبيبك. حبيبي. آه حبيبك قوي. كلهم حبايبي. طالما تبع الأحمر ده. طب قول له ألو. قول له ألو. 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 أيوه. ازيك يا أبو ضياء؟ أيوه. ازيك يا ضياء؟ أخبارك يا أبو أحمد؟ الحمد لله. لسه مش عارفك. لا اصل الاستوديو بيغير الاصوات. هي المسافه بعيده شويه يعني. خليها اكلمك. احنا بنتكلم مسافه القارات شويه بعيده عن بعض كمان. كابتن زكي عبد الفتاح. يا كابتن يا زكوة. زكي يا ضيا. اخبارك يا ضيا؟ زكي ده اجمد مدرب وحراس في العالم. في العالم والله العظيم. مدرب مدرب محترم. زكي يا زكي اخبارك ايه يا كابتن زكي؟ منور الدنيا. والله والله والله. ازيك يا سامع؟ وحشني انت كمان والله. ازيك يا كابتن زكي؟ منور قناه النادي الاهلي. اي حاجه. قبل اي حاجه بس بتمنى من كل قلبي ان شاء الله الشفاء لكابتن خطيب. ان شاء الله. الرمز بتاع مصر كلها. الرمز بتاع مصر كلها. وانا بقول لك انا يعني انا الكابتن خطيب النادي الاهلي كسبه. ما هو ما كسبش حاجه من ابعادش انديه ثانيه كتير. هو النادي الاهلي اللي كسبه. كسبه الشخصيه والكاريزما. وانا هنا بتكلم هنا مع الامريكان والله بوريه يعني. انا في الدخل قبل كده وقلت بشوف المشاريع اللي حصلت من اول ما كابتن خطيب ما مسك لحد النهارده. بس الناس عندنا في مصر مش فاهمه. الناس بيدوروا بس على ايه؟ بيدور على البطوله اللي خسرت. انت شوف الانجاز اللي حصل في الوقت ده لحد النهارده. سيبك من البطولات، البطولات بتروح وتيجي مفيش مشكله. انما الانجازات والانشاءات ازاي بيدعم الاقتصاد المصري بالانشاءات دي انك تفتح اسرة يعني الفرع الجديد اللي هو بتاع تحفه تجمع الخامسه كابتن هشام متواجد على كم عيله اشتغلوا فيها؟ كم ناس صح. كم فرصه عمل اتعملت؟ كم الفلوس اللي المحلات اللي جوه والاكل والشرب الضرائب اللي هتخش للدوله؟ اذا كنا بنبص على الاقتصاد الرياضي والاقتصاد اللي بيخدم الدوله بص على الانشاءات دي. انا ممكن مكان واحد واقعد اكربس فيه كل حاجه ما فيش حاجه ما بيعملش اي انتاج للدوله. فده انا شايف ان كابتن خطيب ده يعني يتعمل له تمثال. واقسم بالله يعني انا وربنا يشفيه باذن الله ويخليه لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس. هو ده دور النادي الاهلي يا كابتن زكي. دوره الوطني وجزء مهم طبعا. من الدوله المصريه طبعا. طبعا الوطنيه مش بالكلام يا سامع وتقعد تتكلم وانا ومش عارف الكلام بالساعه النهارده. ما انا بقول لك ده يصرف اللي اتعمل ده. ده البطوله بتروح وتيجي وبتاخد دوري وبتختار دوري. انما صح ده هيفضل للاجيال واجيال واجيال. ده حاجه. الحاجه الثانيه بقول لك زي الاقتصاد ايه؟ الاقتصاد كلها شوف هتدخل ايه للدوله؟ هتدفع فلوس وهتشغل فرص عمل. الدوله دلوقتي محتاجه كل الحاجات يا رب ان شاء الله. وفي عهده كمان تفتح لنا 5-6 افرع وفرص عمل للناس لانها بتخدم الشعب قبل اي حاجه ان شاء الله. فرصه يا كابتن زكي وحضرتك موجود معانا وانت متابع جيد للنادي الاهلي. شايف مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بكرة إن شاء الله إزاي؟ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طبعا يعني أنا في الجون بيجي في ثانية والجون بيجي في آخر ثانية مش عارف يسرع. في فرق بتلعب بسرعة وفي فرق بين السرعة تسرع. أنا النادي الأهلي لو لعب لمسة واثنين ولعب كنت كوخ هيكسب إن شاء الله والجون هيجي بإذن الله هيطمنا. بس جون زي ما بقول لك ممكن يجي في اول دقيقه ممكن يجي في اخر دقيقه. سيب ظروف الماتش انت امن اللي عليك. مش عايز بس احتفاظ بالكوره شويه لان في حاجات في نص الملعب ساعات لعيب بياخد بيلمس لمسه اثنين بياخد وقت ان الجاب بيتفتح بين الدفاع ممكن يقعد يعني 3-4 ثواني انت بتمسك لمسه اثنين بيتقفل. انت قبل ما تقفل هتلعب بسرعه وتلعب الجاب هيبقى ماتش ان شاء الله والمؤازره الجماهيريه. فانا شايف باذن الله ان شاء الله الاهلي هيكسب في التداول ان شاء الله كويس ان شاء الله وشرف كره مصر زي كالعاده يعني ان شاء الله. نصيحتك لحراس المرمى بقى محمد الشناوي وعلي لطفي يعني كل الحراس طبعا الاساسيين وعلى راسهم محمد الشناوي. طبعا الهدوء. انا عايز الهدوء والتركيز. التركيز هي ممكن كره واحده بتفرق الماتش كله يعني. ممكن مثلا الاهلي كسبان ان شاء الله واحد مثلا هجمه ولا بتاع بيعمل صدر خلاص بيحافظ على الماتش. فانا شايف التركيز والهدوء والهدوء ما تبينش انت الشناوي هيلعب. انت الشناوي احسن جول في مصر مش عايز هتبين انك انت احسن مصر. الناس عارفه ان انت احسن جول في مصر. فاهدى خالص خلي الماتش اللي يجي لك ما تروحش انت الماتش والامور. والاهلي كل ما اعصابه اهدى ويلعب بسرعه من لمسه اثنين صدقني هيبقى الماتش اسهل يعني. الماتش مولع على السوشيال ميديا
والاعلام، انما ان شاء الله الاهلي وفرقته ان شاء الله هيسهل الماتش باذن الله، وهتكون ليله ان شاء الله نبارك لبعضنا كلنا باذن الله بكره ومكسب كويس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله متوقع. طيب كابتن زكي، احنا معانا الكابتن ضياء، واكيد في ذكريات كتير يعني اكيد القعدات اللي بينكم. بص كابتن ضياء ضحك يعني لسه ما قلتش حاجه، افتكر اكيد المواقف الحلوه بقى. ده عسل، اقسم بالله. انا يعني انا مستغرب اتحاد الكوره، اللي انا يعني كل ما بعد ما برادلي مشى كان ضيع. لو الناس عندها فكر وعندها رؤيه، وخاصه تخيل المجموعه دي وجات مدربين ثانيين بعدينا والكلام ده، وجات المجموعه وبرده المجموعه دي اللي وصلت في العالم، المجموعه دي وصلت نهائي افريقيا، الناس اللي هي زي ما يقول ولاد ضياء، يعني هم كان الشناوي، حجازي، صلاح، انتي، كل ده، ايمن اشرف، كهربا، الناس دي اول مره كانوا يلعبوا تصفيات كاس عالم. يعني مش هقول لك لا تصفيات كاس عالم، كهربا لا تصفيات كاس عالم، ده ماتش غانا هنا في مصر. فانا شايف ان فلو عندهم رؤيه، الناس اللي في الاتحاد عندهم رؤيه، كان لازم ضياء يمسك ويكمل نفس المسير. كان زمان الفرقه دي لو رحنا كاس العالم، مباراه كاس العالم مثلا، كان كاس العالم مش هنطلع من الدور الاولاني وما نكسبش ماتش، كنت هتشوف فرقه ثانيه خالص، وكان النظام فيه انما جيب ناس ثانيه والكلام ده وبتلعب. فايه المهم، مش عايزين ما قلتلناش برضه مواقف حلوه. عايزين مواقف حلوه مع كابتن ضياء. كل مواقف ازمه كان مشاغب مع بيها حلوه، كان مشاغب اقعد انا وبرادلي نتفق على حاجه، يروح هو داخل فيها يقول له زاك بليز زاك بليز. دي انا عارف انها يعني علاقتي ببرادلي جامد، فانا هو اصلا ان انا لو ليا راي بقوله على طول. فبقوله فانما دي كل المواقف كويسه، واقسم بالله يعني والرابط على 30 كان احلى، رغم ان انا كنت سايب عيالي ومراتي وظروفي وهنا في امريكا كانت صعبه، بس والله المعسكرات والعيشه مع ضياء وتشوفه واشوفه كل يوم والكلام ده، ضياء ده بني ادم جميل. وانا بقول لك يعني انا في الرحلات الافريقيه كابتن زكي، اكيد يعني الرحلات الافريقيه، وانت اكيد جاي من امريكا وبرادلي جاي من امريكا وما اشتغلش في افريقيا قبل كده، والكابتن ضياء عارف حاجات كتير في الادغال الافريقيه، اكيد في رحله من الرحلات بقى كان في مناوشات، كان في حاجات كده في الكواليس، يعني نسمع كده حاجه من الكواليس يا كابتن ضياء. لا ابو زيك ابو زيك محمد جاي من امريكا يا محمد، انا فلاح من عندك. ما انا عارف. لا عارف والله. عارف من المحله واجدع ناس اكيد يعني، بس عايز اقول حاجه لابو زيك. زكي انسان طيب جدا وبروفيشنال جدا، وفي الفنيات في التدريب حاجه رائعه في حراسه المرمى صراحه، كانت عينه حلوه جدا، وكان يعني كان صديق ومدرب، انا سعدت ان انا اشتغلت معاه صراحه، غير ماي براذر برادلي طبعا. انا هقول لك حاجه يا اسامه، موقف كنا رايحين تشيلي، مش افريقيا، تشيلي كرئيس البعثه احمد مجاهد، كابتن سمير عدي ربنا يمسيه ويديله الصحه يا رب. فطبعا انت عارف الجهاز بيبقى في الفيرست كلاس، فقاعدين طياره قاعدين، مفيش طياره خاصه، طياره عاديه مفيش كلاس، فالكمبيوتر هو اللي بيحدد الاماكن مش كده؟ فاحمد مجاهد احمد انا قاعد قدام احمد مجاهد، وقاعد قدامنا كان ضياء الاول، فانا قاعد ورايا بقى قاعد ورايا احمد مجاهد، فمش يعني انا قاعد ورايا وانا قدام، وبعدين اول كرسي في البريس كلاس ضياء، لقيت سمير كابتن سمير الله يمسيه بالخير ويسهله عمال هيعيط ايه احمد مجاهد ماسك ازاي كده، هو اول كرسي وانا في الكرسي الرابع، انا رئيس البعثه، انا ضياء بن صفر، انا بقول لضياء قلت له يعني خلاص وصلت الحياه، هو كابتن سمير ماله، كابتن سمير ماله، هو الكمبيوتر اللي بيحطه والكمبيوتر يعرف احمد مجاهد كله بيمسك الطياره، دخل احمد مجاهد يمسك يعني بقول لك ان احنا بنتعامل مش عارف ده مؤكد كده هتوصل وكده هتوصل. لا بس انا قمت وقعدت المهندس احمد يعني وبياخد قرار يعني وده واحد بياخد قرار زعلان يعني بقول لك في مواقف دي كان بيبص له وبص له وضيع طبعا كنت يا عم مفيش مشكله قوم وبتاع لا انا قمت عادي المهندس احمد يعني ما عادي قمت انا بقول لك ده موقف انا وهو قاعد شوف اللي وصلنا، اللي بقول لك كانت لعيبه الكره اللي الناس اللي كانت بتدير كانت بتفكرها ازاي.
ربنا ربنا يسهل. كل سنه وانت طيب يا ابو زيد. النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. كل سنه وانت طيب يا كابتن زكي. حته ثانيه خالص اداريا وفنيا وكل حاجه. كل سنه وانت طيب يا كابتن زكي وسعيدنا. والمحل بعد الاهلي ماشي؟ طب ماشي ان شاء الله. نورتنا يا كابتن زكي وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا ليك. كابتن ضياء، كابتن زكي اتكلم عن نقطه مهمه قوي، فرع التجمع الخامس، وانت واحد يعني رائعه. احنا اتفاجئنا مع الاهلاويه.